لأني كنت ظابط المنبه على الساعة 8. المهم نبدأ اليوم بدري النهاردة. النهاردة 4/3 مايو، إن شاء الله عندي امتحان يوم الاثنين اللي هو يوم 8. الصراحة ما كنتش عامل حسابي إن أنا هنزل فلوج الأسبوع ده، قعدت حارب نفسي اقول لا يا ابني ما تنزلش، الموضوع هياخد منك غالبا يوم تصوير ويوم اديتنج، واليومين دول انت محتاج تذاكر، بس الصراحه ما قدرت. بما اني صاحي بدري هذاكر لي كده 2 3 ساعات وبعد كده نكمل الفلوج. What are you guys doing? العيال بهدلوا الدنيا هنا. كل يوم الصبح حنين ويوسف بيصحوا يجوا عند ايام في الاوضه بيبهدلوا الدنيا كده. هو جبان ده جميل. What? My glasses. Where's your glasses? It's okay, you don't need it. You don't need it. الله الله يكون في عون زوجتي. المفروض هي اللي غالبا بتاخدها من المدرسة وهي اللي بتستحمل الصداع ده. فالله يكون في عونها. بعد ما اوديه من المدرسة المفروض ان انا رايح عندنا في الجامعة النهاردة experimental day، مش في الكامبس بتاع الجامعة بتاعي بس في كامبس تاني. بصراحة مش عارف بالظبط ايه الموضوع بتاع الاكسبيرمنتال دي ده، بس هم قالوا ان هو ده مهم بالكورس ومش مهم بالكورس ولازم تحضره. و اديني في الطريق. بدأنا الساعة 10 ولسه مخلص دلوقتي 6 ساعات. بصراحة ما كنتش متخيل ان الموضوع ياخد الوقت ده كله. طبعا هتقولي ايه ما صورتش ولا ايه؟ لا صورت، بس ما كانش في وقت ان انا اتكلم ولا اشرح للكاميرا ايه اللي بيحصل، فقلت بقى اروح البيت واشرح لكم الموضوع كله. حاسس ان دخل عليا برد فبحصن نفسي. غالبا هروح الجيم واخطب تمرينة في السريع وبعد كده ارجع احكي لكم اللي حصل النهارده. هيا بدنا نصنع العضلات. Yeah.
Why do you always get that? Oh! No! Come play chicken now. عايز اقول لكم ان البرد تمكن مني خلاص. اولا انا كنت رايح الاكسبيرينشال داي تبع الجامعه وما كانش عندي اي خلفيه عن المضمون، ما كانوش مدينا اي تفاصيل، كان كل اللي قايلين عليه ان ده ليه علاقه بالكورس بتاعنا. في ناس كتير من الدفعه ما جاتش، كنا كلنا حوالي 10. اول ما رحنا خدونا قعدنا في جنينه في الجامعه وقعدوا يكلمونا على البروجرام وايه اهميه الاكسبيرينشال داي ده. اولا احنا كنا غالبا اول دفعه يتجرب فيها الموضوع ده، وبعد كده هم هيطبقوا الموضوع ده على كل الدفعات اللي جايه. طيب ايه هو بقى الموضوع ده وايه الفكره من وراه الاكسبيرينشال داي اللي احنا عملناه النهارده ده؟ المفروض ان الشركات بعد كده هتبدا تطبقه، وهتبقى دي الطريقه اللي هيوظفوا بيها. غالبا ده هيبقى حاجه بجانب الانترفيو او هيحل محل الانترفيو. وقالوا لنا ان في شركات اوريدي بدات الكلام ده، من ضمنها شركه ويتروز، وكان في شركات تانية مش فاكرها. من حوالي سنه رحت عملت انترفيو في شركه نايكي، وكان الانترفيو معمول في اسسمنت سنتر، وكانوا بيعملوا فيه حاجات مقاربه جدا للحاجات اللي احنا عملناها النهارده. طيب نخش في الموضوع. اللي احنا عملناه النهارده كان عباره عن تاسكات هم ادوها لنا، واحنا بنطبقها كتيم ورك وبرده كانديفيدجوالز. عن طريق التاسكات دي هو بيبص على حاجات معينه، ازاي انت بتشتغل لوحدك، ازاي انت بتشتغل مع التيم، ايه اللي انت بتضيفه للتيم، وازاي ان انت بتتعاون مع التيم، وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت بيدوروا على مين الليدر في الجروب، وايه السكيلز والكواليتيز اللي عنده. يعني مثلا تاسك من التاسكات اللي احنا عملناها النهارده ان هم قسمونا لفريقين، كل فريق قاعد في ناحيه وكان في ما بيننا فاصل، ومفروض ان احنا هنبني زي بريدج ما بيننا احنا الاثنين، كوبري. والكوبري ده مفروض ان احنا نحط عليه في الاخر خشبة، والخشبة دي نحط فيها ازايز مية. مفروض ان الكوبري ده يبقى قوي بحيث ان هو يتحمل وزن الخشبة وازايز المية اللي فوقيه. الصعوبة بقى هنا ان احنا تو تيمز شغالين وفي ما بيننا فاصل، فالمفروض ان احنا بنكوميونيكيت مع بعض، ومفروض ان احنا في نفس الوقت بنعمل نفس الحاجة، ونفس الحاجة دي بنفس الارتفاع ونفس كل حاجة، بحيث ان هي تقدر تشيل الخشبة دي بالوزن ده. طبعا ادونا 20 دقيقة وفشلنا فشل ذريع. كان سبب رئيسي في الفشل ده التايم مانجمنت، احنا ما بصناش خالص على الوقت، ما كانش عندنا اي حس بالوقت. يعني من الاخر اعتمدنا عليهم يقولوا لنا فاضل قد ايه، بس احنا كان المفروض نفضل حاطين عينينا على الساعه ونركز فاضل لنا قد ايه. كان بقى تاسكات زي دي كتير، كان في مثلا بيدونا سيناريو اللي هو مثلا انت لو على طياره والطياره دي وقعت ومعاك اشخاص تانية ومعاك لسته بحاجات معينه، تختار من الليسته دي الحاجات المهمه تحطها في الاول والحاجات اللي انت ممكن ما تحتاجهاش تحطها في الاخر. وعن طريق الاختيار ده هما بيقدروا يحددوا ايه الاولويات بالنسبه لك، وبعد كده بيراجع معاك الاختيارات دي وبيقول لك الاختيارات دي انت اخترتها على اساس ايه، وهل الاختيارات دي صحيحه ولا لا. احلى حاجه في الموضوع ده ان الراجل اللي ادانا الكورس ده هو اساسا كان ضابط في الجيش، ومفروض ان دي الطريقه اللي بيستخدموها في الجيش ان هم يناقوا بيها الضباط والعساكر، ودلوقتي المفروض ان الشركات هتبدا تطبقها عشان تختار الموظفين. هو مش اي موظفين، غالبا هتبقى المانجمنت ليفل، لان عن طريق الاسسمنت ده هو بيتارجت فئه معينه وهم الليدرز. فقالوا لنا ان في خلال سنتين ان غالبا الشركات كلها هتستخدم الطريقه دي في التوظيف. الصراحه النهارده استفدت كتير وكان نفسي تكونوا معايا، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا انقل لكم الصوره اللي انا شفتها. معلش اعذروني لو الفلوج ده صغير، بس انا الاسبوع ده والله ما كنتش ناوي انزل فلوج، بس ما قدرتش، قلت انزل حاجه صغيره احسن ما منزلش خالص، وانتوا اكيد متفقين معايا في الكلام ده. طيب الجزء ده مهم جدا، ركز. ان شاء الله ناوي اعمل اول فري جيف اواي على الشانل، في 3 هيكسبوا 3 هدايا. احنا المفروض دلوقتي الحمد لله 3000 سبسكرايبر، الايم ان احنا نبقى على 25 يوليو 10000 سبسكرايبر ان شاء الله. لو وصلنا 10000 قبل 25 يوليو هيبقى في 3 اشخاص ليهم 3 هدايا. الديدلاين هيبقى 25 يوليو، وانا ان شاء الله نازل مصر اول اغسطس. لو الثلاثه اللي فازوا من مصر هقابلهم في مصر اديهم الهدايا ونتصور مع بعض فلوج في مصر. واحد يجي يقول لي طب لو اللي فاز من بره مصر، مش مشكله، هاخد عنوانه وابعت له الهديه على دي اتش ال. طيب الثلاث هدايا دول ممكن يكونوا من نصيب اي حد. كل اللي انت محتاج تعمله تعمل شير للشانل، لو انت مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب، وتجيب اصحابك يعملوا سبسكرايب، والناس اللي عندك في المنطقه يعملوا سبسكرايب، عشان ايه؟ يبقى ان شاء الله الهديه من نصيبك. حاجه كمان اخيره، انا ان شاء الله ناوي ان انا اترجم كل الفلوجز بتاعتي. لو في اي حد منكم مهتم ان هو يترجم الفيديوهات بتاعتي باللغه الانجليزيه هسيب الايميل بتاعي في الديسكريبشن،
او يتواصل معايا على الفيسبوك، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده خلص امتحانات ونرجع بقوة. السلام عليكم. انت مالك انت؟ Turn the lights off. انت That's not safe. That's not. انت ايه اللي صحيك اساسا؟ ها؟ تعال. باي. او باي. ايه ماما كله نايم، انت لسه صاحي.